صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء مكسورة الضلعين وملطومة العين. السلام عليك يا أبا الفضل عباس. يلا أنا وياك نسلم. السلام عليك يا أبا الفضل. يلا إلك أنت. السلام عليك يا أبا الفضل. السلام على باب الحوائج. السلام على كفيل زينب. شلون زينب الليلة يا عبرة المؤمنين ويا سلوة الفاقدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغموه قسما بصارمه الصقيل. وإنني في غير صاعقة القناة لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفي. والله يقضي ما يشاء ويحكم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده. انسى كل شيء خل نفسك ويا العباس. انسى الاجواء وانسى الحراره وعيش ويا العباس ارجوك رحمه والدك. قال او تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدتك الفرات أعظم. سوى قلب اليمين على الشمال وغا صف الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. ما كر ذو بأس
له متقدما إلا وعاد ورأسه المتقدم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصال فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا إلى أن يقول الحل وهوى وهوى بجلب العلقم فليته للظامئين به يدافع العلقم. هذا البيت لا تسمع تصوره ومشى ومشى لمصرعه الحسين. عطيد على ظهره ابو علي ما يقدر ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوجه ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلم. أكو صيحة وعباسا يقول السيد بحر العلوم نزل تحت تحت قبر العباس رأى قبر العباس صغير تعجب قال العباس إذا ركب الجواد تخطان رجلا الأرض ليش قبره صغير. يقول الظل يفكر رأى بالرؤيا زين العابدين قال له زين العابدين ايش فيك سيد تفكر قال ليش قبر العباس صغير وهو طويل قال له سيد أتظن أني لما رفعت عمي رفعت جسدا سالم يمينه في جهة ويساره يبشو على العباس صار لك سنة كاملة تنتظر هالليلة انطيها حقها صار لك سنتين محروم من هالليلة هاي انطيها حقها الليلة. نادى وقد ملأ البوادي صيحتان صم الصخور لهولها تتقسم أخي من يحمي بنات محمد يقل له شلون تشيل جسمي شلون ما أدري وتوقع يللان انكسار نظرة نظرة أبو فاضل نظرة بجاه أم البنين شلون تشيل جسمي شلون ما أدري وتوقع يللان انكسار كسر قلبي على حالك يا نور النور من جيت لي بس بظهار بعد شلون تحملني للخدار وتوقع يليل عن انكسار يقل على حر الثرى أرجوك خليني وسهم العين خلى لا تنزع من عيني وخلها مبعثر على القاع شفي ودمومي خلى على التراب تجري
اسمع شو يقول له. يقول له عمود الراس وصواب عليها وزيد آلامي يا رفيع الشال. شنو قال؟ بس سمعت على حالك تشمت العدوان. ترضون تشمتون على امامكم كسار قلبي وتدري بكسري. اسمع ايش رد عليه اخو. قال الما عنده اخو وشلون حالك. يا ذن هذا واحد فاقد اخو، ترى الاخو ما يتعوض يا جماعة، ترى الاخو ما حد يسد مكانه. ويا اخو مثل العباس يقول الما عنده اخو وشلون احواله، واذا كافل عياله ضيع عيال، لكن معذور قطعة ويمينه ويش وبعد قتله ينحرق خدري. اسمع قال بعدك علي الحاقد تجرب. اسمعها وانطي حقها، اسمع خليها انت صاحب ذوق قدريبك، هذه تصرخ على قدر ما يألمك البيت. قال بعدك علي الحاقد تجرب يأشر بإيده علي وكسرني بكسرة يصيح يصيح حسين شوفوا من كسر ظهره. وما ينكسر عفوا وما ينجبر يجبر الكسر وما ينجبر كسره إلا ينقطع نحره. قال لا تبكي قبالي يا اخويا حسين، اول مره انظر دموعك على الخد. يقل له بعدك يا اخويا ما بقى لمعين، بعد ساعه الشمر جالس فوق صدر، بعد ساعه يخمدوا مني انفاسي، بعد ساعة يشيلوا عالرموح رازي، بعد ساعة أقاسي وزينب تقال. ويلي 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 عليكم، خسران اللي ما يبكي الليل على ابو فاضل. قال له حسين حسين ابو الفاضل وانا جاي من الخيمه اكو موقف بجان وتذكرت الان. شنو ابو علي؟ قال عفت سكنه سل اخوها بالماء. قل له يا عبد الله لا تبكي بعد بعد، ترى عمك العباس ما يخلف وعد. وفاضل الطالع الماتون لو ما طالع انت زين، لو حتى بعين واحدة تخضي حوائجنا بفاضل. صرخ صرخ بكيفك، نوح قول اللي تقوله. رجع الى الخيام، يلا كلنا نجاوب هنا بالمن هنا فوق وين ما كنت، ريد صوتك يوصل ويا زينب. قال من رجع شيخ العشيرة دارت عليه الحرام، وزينب تقول له يا خويا وين شيا. الله الله وينك عني سنتين، وينك عني وينك. من رجع شيخ العشيرة
دارت عليه الحرام. زينب تقول له يا خويا وين الله عوده عوده عوده. وزينب تقول له قال منا يا حزينة بالفضل باع السهام واستحب نام الشريعة وجيت يا زينب وحيد. قالت اوصف لي احواله اكملها. قالت اوصف لي احواله لا قال مخ على الجتوم. شعره مخضب بدمه ومقطوع الجفوف بعد وينه وينه. والسهم نابت بعينه يا حزينه وما كأنما زينب جات قعدت قباله. قالت بعد بعد ابو علي قولي قولي بعد بتشيني على اخوي. قال لو تشوفين يا زينب كيف مقطوع الزنوب. مخضبين بدمة وراسه مصيوب بعمود. قالت ابو علي خل اروح له بروح له اذا ما اجى هو خيمه. انا بروح وبركب جفوفه على زنده وباشيله ويا النسوان والرجع الخيمه. كأنما الجسد اضطرب على المشرعة. لا تجيني يا يما يا يما. لا تجيني زينب ذبحك وني. لا تجيني السهام نافي. لا تجيني مقطع شمالي ويلي ويلي. قالت اجل الماي 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 ما يسوى علينا اخويا مقطع شماله. ابو علي ابو علي والزهر نابت بعين. تقول زينب عقب عين ابو فاضل راحت عزتي عزتي كان نصب خيمته يا مخيمتي. يا احسن جايين على باب العباس وقد ماكو احد ذك. جايين على باب العباس كل من عنده حاجه سمونا باب حوايج. دموعك هاي العظيمه على العباس ان شاء الله يجي يوم وتمسك ذاك الشباب. كلنا اللي عنده حاجه اللي عنده مريض اللي عنده هم اللي عنده أسير اللي عنده غم الطالب الذرية كلنا ثلاث صيحات يا عباس يا عباس.
يا شايل الراية ولا الخدر كافي يلي تعدل المحمل إذا ما جينا كلا نصيح والدمع هامل يا ابو فاضل على بابك يا ابو قولنا قولنا يا ابو فاضل على يلا انا ارفع ايدي وانت وانا اطلب وانت اطلب هذا عباسنا هذا عظيمنا يا ابو فاضل على بابك ايه وحق زينب من يوم جت لك عطشانة طفل حسين وهو يابس طلبة بس طلبة يا رجوانة اقضي كل حوايجنا او شافي مرضى قل اقضيك الحوايجنا وشاف مرضانا على بابك على بابك أجركم الله أتت الرباب بالرضيع أتت الرباب بالرضيع إلى زينب وقالت خذوا طفلكم يموت عندكم لا طاقة لي أراه وقد جف صدري ودلع لسانه من شدة العطش أخذته زينب جاءت به إلى الحسين أبا عبد الله انظر إلى هذا الرضيع وقد جف صدر أمه ودلع لسانه قال زينب انظري إلى الخيل قد حالت بيننا وبين الفرات فلما تعذر منها قالت إلى إيل قالت إني ذاهبة إلى الذي لا يرد لي حاجة تروحوا إياها لو تعبت تروحوا إياها يمكن أنا بذنبي ما يقبلني أبو فاضل لكن إذا رحت ويا زينب وخاطر زينب عزيز عليه إذا رحنا ويا زينب يقين ما نطلع من الماتم إلا وما أعطينا مرادنا لكن خليك ويا زينب ويا زينب روح قل أبو فاضل نجيك ويا المخدرة جاءت وراء الخيمة لم تدخل فقد صرخت آه وراحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة أبو فاضل عمدها وبرق اللي صوتك ضعيف وأول ما إجت وقفت ورا تهل الدموع والولنات تخ قام والسيف بيمينه يلوح كان هالواقفه زينب تو قالت نعم زينب يا بح الايادي وينها الحوائج وينها اللي جاي وعنده طلبه ويا كفيل زينب خلي يقرن يقرن حاجته انا بقول وانت قول الحاجه الي حاجه وريد اليوم الك الك الي حاجه وريد اليوم الي حاجه وريد ابو فاضل الي حاجه قالها يا ابنتي الهادي شعبتيني يا زينب امري وامرك على انا العباس يا زينب تعال
قالت خويا انظر إلى هذا الطفل قد دلع لسانه من شدة العطل. قال لا أنعمنك عن اثبت لي أبو فاضل. قال بثبت له شلون؟ شلون بيثبت له؟ عندما أقسم عليها بقسم عظيم وحق من البتاء لم كسرت لا فوق الشريعة بتلف درة لخليها جناين تظل فوق القاع لطفالك لجيب الماي كفو. قام بيطلع تمسكت به خليني أروح زينب وأجيب الماي. قالت اقعد اقعد ابو فاضل اشتردين يا زينب. قالت اقعد ابن ابويا اقعد. قعد قبالها ايش عندك اختاه ولا يا ياد انا بشار بقلة تقول غوا 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 يا اخوي انا بشار لا تقول مدري يا عباس يا صواد ادري انا خايفه. من وين خايفه مولاي؟ قلوا لي من وين؟ أنا خايفة ينهزك صدري. ذهب إلى الحسين أبا عبد الله إذن لي بالقتال فلقد سئمت الحياة. قال أخي عباد دع أطفالي يموتوا ونسائي يفنون أهون علي من افتقادك. خلي الحرم تموت كله وام الطفل ويا ولا يكون شاكتنا. جاء المجاء ونزله يتوسل بالحسين أن يأذن له. نزل عباس يتمرضى مع الشباب شباب. نزل عباس يتمرضى يحب ايده وجدام رجله تسايل والمدى مع على الخد لما حل وبك حسين وتحس. يقل حسين يا زهرة خيار درخصني أريد الحق يا خويا نخلت سكن أعضاء. فنادى الإمام يا بنات علي وفاطمة هل ممنة تودعنا من حامل اللواء حطنا عليه هذه تشمه هذه تضمه هذه تودعه وتلك تنادي في ودع ودع القمر وتلك تنادي في أقبل الإمام ضم الكفيل إلى صدره يقل لو ذاكت الله يا أنيتكم وحيد تخلفوني. طالع في النسوان وطالع في المودعات قال مالي لا أرى زينب ما جات ودعتني. دخل الخيم دور عليها شافة قاعدة في وسط الخيمة قد ضمت عامودها وهي تنادي عباس عباس عباس.
ودعها ركب على جواده ذهب ناحية الميدان قلب اليمين على الشمال القلب على الجناحين ذكرهم بعلي الكرار إني أنا العباس أغدو بالسقا لا أرهب الموت إذا الموت رقى مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة تبختر مكيف ملاقى الموت حتم القضى وعزرائيل ايت موج الخير تموج الخيل من يجبل او كان الخيل ابو الحسن ذهب هذا ورا هذا لديها جاء الى المشرعه كشفهم عنها نظر الى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أرض أتشربين بارد والله ما هذا فعال يلا يا ابن نصار شو تقول خاض الماء غرف غرفة يروي تذكر لنخو إحسان بعد ذب الماء من جفة وتحس شلون أشرب أخايا حسين شلون أشرب أخايا حسين سكنة والحرام وأطفال أظل قلب العليل التهب ملأ القربة شدها شدا وثيقا ركب على ظهر جواده انحدر ناحية الميدان كأنه الليث الغضبان قال ابن سعد ويلكم لئن وصل إلى الحسين بالماء أفناكم عن آخركم زحفت عليه الألوم تزاحمت عليه الصفوف أداروا على العباس خرج الحسين من الخيمة جاء إلى العباس أخي عباس استند إلي وأستند إليك حامي عني وأحامي عاد كريتنا خلجك وحسين أنت خوصة عباس باليمنى وأبو سكنة عباس باليمنى حطوا على العسكر من البردان زلزال والكل قصد خيا ورفيف العلم نشال شو صف عايلهم برض كوفات الاثنين تموج الكتايب من فعل عباس على حسين وحزني فنادى عمر بن سعد فرقوا بين العضيدين فهجموا على الخيار خرجت زينب تنادي حسين 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 قال العباس أخيه ارجع إليهم رجع الحسين بقي العباس وحيدا اجتمعوا عليه من كل جانب داروا على العباس يا الله فما بينما هو يقاتل كمن له لعيب زيد بن الرقاد شاهرا سيفه يا علي يا علي يا علي ضرب العباس على يمينه وعباسا أخذ السيف بشماله والله إن قطعتم إن
عني أحامي أبدا وعني ما من صادق. وويلاه عاد إلى الختال أصحاب الحوايج دموعكم دموعكم ابكوا على القمر ابكوا عليه فما بينما هو كذلك عاد إليه اللعين شاهرا للسيف اصرخ ويا يا علي يا علي يا علي شهر سيفه قطع يسار العبد وعباسا أتته السهام كرشق المطار سهم أصاب القربة سهم أصاب حلقه سهم أصاب صدره العذر يم الحسن العذر العذر يم الحسن وضع حرملة السام وضع السام يا الله يا الله سدد السام وقع في عين العباس وويلاه أخرج العباس ركبتيه ليخرج ذلك السام صار العباس يتمايل يتمايل حتى سقطت العمامة فبان رأس الزهراء بين رأس علي بين رأس القمر بينخسف بيصير خسوف بيصير خسوف خسوف كلنا نقف على الأقدام حزنا عليه الزهرة واقفة واقفة الآن وإذا بحكيم ابن الطفيل أخذ عمودا من حديد يا علي يا علي يا علي فلق هامة العباس سقط على الأرض وهو ينادي أدركني طلع إمامنا حاط إيده على ظهره كلكم كلكم اقرأوا وياي الآن انكسر الآن قلت الآن شمد انطاح القمر وحسين جا يشوفه لقى العباس لكن ما لقى جوه يقول جاء الحسين ومن عينه دموع تسيح خطوة يمشي خطوة يرد يطيح يطيح من وصال نادى والدمع يجري يا عباس الآن انكسر وصل العضيدة شال راس العضيد حطه بحجره الحب عباس شاله حطه بالأرض قال له ليش ابو فاضل قال لا تحط راسي بحجره بعد ساعة شمر قاعد فوق وفاضل دخيلك دخيلك يعني قال
طالب خل أشيل سهم عينك حتى ترتاح يا أبو فاضل. وإذا العباس انت فاض يا خويا السهم لتشيله، قسمت براسك الغالي ليش أخاف أنظر إلى زينب يا خويا مسلب أكبر. أوقف لهالبيت أنا صعبة أشاهدها وأشوف بعيني حالتها، تركض والشمر يركض وراها يجر عبايتها عبايتها. يا يما 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 أراد يقوم من عنده ويروح، قال أبو علي عندي طلبة واحدة. شنو الطلبة ذاك؟ قال يا أخويا حسين سلم لي على ختنا. قال لا قال لا المنية 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 فرقت، فما بينما العباس يكلم المولى وإذا برقبة العباس تدلت في حجر الحسين وفاضت روحه. رجع الحسين إلى الخيام، استقبلوا النسوان، وين وينك لوحدك جاي؟ جاء أخوك ما جبته. راح إلى الخيمة مالت العباس، دب عمود الخيمة، قام زينب يقول راح أخويا، راح الغالي، راح العضد، راح القمر. قال لا يا زينب راح أخونا، خانا وراح البي ريحاتهم. أولي العباس هذا وجات في الليل ليلة 11 طلعت، ايش قالت لعاج؟ جات وقعدت على عند المشرعة، اسمع عتابي سلبة وحجاب، اسمع عتابي سلبة وحجاب، يا مصابي خيام احرقوا ترضاها ليا يأشروا علي، ترضاها ليا يأشروا. انت قولها ما اقدر اقولها انا، ترضى قولوا سبيا قوموا انظروا سوا بعد بتشوا عيوني ضربة ومتوني. يلا هالكلمة وقف وقف للعزاء، عزاء هم بيصير مستمر ويا ويا اللطم ويا الناعها. قالت تضيع دلالي، صعبة صعبة هاي، ضب حاجتك بها. ضيع دلالي شافوا خيالي، ضيع دلالي شافوا عقبك يا غالي، اختك سبو Thank you.
نعالي كربلا شعري فسالت أدمع الحبري لأني قد رأيت الصيب دون عمامة يجري.